من ولاية الجلفة. أكد المترشح الحر لرئاسة 12 ديسمبر عبد المجيد تبون عزمه على تطهير البلاد من فلول الفساد ومواصلة محاسبة المتورطين في حال انتخابه رئيسا للبلاد. نعود ندخل الأخلاق في تسيير مصالح الدولة، ما نخليش حتى الأمور توصل إلى ما قالت إليه، اللي تحكم في نهار ويروح ديركت، ما نخليهاش أنا تتراكم حتى تروح أموال الدولة كلها. سنحارب ما عاد كل آفات الرشوة والفساد وتعاود ترجع للهمة المواطن تاعنا. تبون في اليوم 17 من الحملة الانتخابية تعهد بمضاعفة الدعم الموجه للفئات المحرومة لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة. راني عارف باللي شوف المعطوبين مظلومين، بعض المساجين مظلومين، اللي رابلي مظلومين، الشباب راه في البطالة حتى لهنا، فهمت؟ إن شاء الله الأمور هذه كلها نصفوها إن شاء الله. ما ننساش أننا اليوم في اليوم العالمي لذوي الحاجيات الخاصة، هما هاد الفئة الهشة من المواطنين، مثل هيئات الهشة تاع المواطنين الآخرين، مثل المحرومين، إن شاء الله يكون لهم الدخل الكريم ليصون الكرامة تاعهم. إنشاء بنك لمرافقة ودعم مشاريع الشباب والمؤسسات الناشئة كانت ضمن أجندة زيارة تبوني لعاصمة ولاد نايل، ملتزما من هناك مرة أخرى بالقضاء على أزمة السكن.